صباح الخير، زي ما عودناكم ان احنا على طول بنجيب لكم كل حاجه مميزه. النهارده جايبين لكم مج السفاري مميز، ده من نافي دايف، ده 5 ستانلس مطبوع عليه دايف زي ما احنا شايفين بلون الاحمر، ومن قدام مطبوع عليه صوره الدايفر والكلمه دايف تحتها باللون الاسود. فده شكل مميز، هديه مميزه، تستخدمه في الجيم، تستخدمه في البوت، تستخدمه في العربية وانت خارج مسافر، تستخدمه في أي حتة. خامة قوية، هنا مقفول بأورنج كده عشان ما يمنع التسريب، وهنا في زي مصفى. الغطا بتاعه بلاستيك، من قدام بلاستيك برضه عشان لما تيجي تشرب برضه ما تتلساش لو حاجة سخنة. ده ينفع تشرب فيه حاجات سخنة وينفع تشرب فيه حاجات ساقعة، يستحمل الاتنين معاك عادي. هنا تفتحه من هنا عشان تملى الحاجة، هنا بيبقى ستانلس من هنا، فهو طبعا مقفول من فوق بالبلاستيك عشان خاطر ما تتلساش، زي ما احنا شايفين مختوم عليه 304. ده الساعة بتاعته 500 ملي، يعني نص لتر، وبرده من تحت برده محطوط اورنج برده عشان يمنع اي تسريبات، يعني في 2 اورنج، واحد من هنا وواحد من هنا، يمنع معاك التسرب خالص. ده لون التركواز برضو، لون مميز برضو وكويس، واللون التاني نفس الكلام برضو، كلمة من بعض ما تطلعش بأي حاجة، ما بتطلعش الكلمة من ورا برضو نفس الكلام، باللون الأحمر برضو عشان تبقى شكلها مميز برضو مع المنطقة. هنا قاعدة برضو ما يتزحلقش، برضو المج من الملمس بتاعه اللي هو خشن شوية، بحيث ان هو ما يتجرحش معاك ولا يتزحلق ولا اي حاجة. برضو المصفى زي ما احنا شايفين، الجزء اللي فوق ده زي ما قلنا بلاستيك عشان ما تتلساش، فانت لما تفتح من تحت بتلاقيه كده، لكن الغطا ده كله بلاستيك. برضو مختوم عليه برضو ستانلس 304. برضه لو احتاجنا برضه اللي احنا نعمله، لو حد عايز شكل معين، لو في دايف سنتر عايز شكل معين ليه، احنا متاح ان احنا نبيع له الشكل اللي هو عايزه على المج، يعني نخلي له مج سادة والشكل اللي هو محتاجه هنطبعه عليه، وده شغلنا كنا عاملينه قبل كده ده. وبرضه فلو محتاجين كميات اي حاجة مطلوبة احنا ممكن نعمل الطباعة، عايزين الطباعة بتاعتنا دي ممكن نسيبها، عايزين طباعة بشكل معين ممكن نعمل الطباعة اللي انتوا عايزينها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم ولمشاهدتكم.